بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة نجوى عصام الدين، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، جامعة اسكندرية. اتشرفت النهاردة أن أنا تمت دعوتي في المؤتمر الكبير الجميل للتوعية عن مرض سرطان الثدي، وهي دايما معروفة أن هي في شهر دايما في أكتوبر، دايما بيبقى الشهر ده شهر للتوعية عن المرض الخطير اللي هو بيصاب به نسبة كبيرة من السيدات. قطعا وما في حد يقدر ينكر ان طبعا تأثير الشراب والطعام على المرض بيبقى له نسبة كبيرة جدا 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 في المساعدة على بناء الجهاز المناعي والتقليل من مدار الإصابة به. من أهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها مع السيدات اللي هم كانوا معانا ومشاركين معانا في الندوة، ان احنا اضحنا ليهم ووضحنا ليهم ان هم لازم يراعوا مواعيد الأكل، مواعيد الشرب، طريقة الأكل، نوعية الأكل، لازم يبقى فيه متابعة للأوزان بحيث ان هي لا تتخطى الخط الأحمر، يبقى فيه السمنة، لان فيه لينك جامد جدا جدا ما بين السمنة وما بين مرض السرطان عموما. كمان بيبقى لازم بنوعيهم على أهمية ممارسة الرياضة، وعلى الأقل يبقى في نص ساعة أو ساعة لربع يوم بعد يوم مشي، على الأقل 3 ساعات في الأسبوع، ده بيدي قدرة على أن الجهاز المناعي بيزيد مؤكد. يعني احنا نوهنا على أن المية لازم تبقى موجودة في حياتنا، لأن الاستبدال لمشروب آخر غير المية غير صحيح، خاصة المشاريب أو المشروبات الغازية اللي هم الناس بتبتدي تتناولها بصورة عشوائية. الأكل بالليل منتهى الخطورة، نوعية الدهون المشبعة الموجودة في الأكل عامة في المطاعم والريستورانات الموجودة عندنا في اسكندرية أو في أي مكان على مستوى مصر، ده مش مستحب ان احنا نلجأ لها كتير، لان طبعا ده مصدر من مصادر دخول الدهون الغير صحية للجسم، بالاضافة للمشروبات اللي بتبقى مصاحبة للوجبة. احنا عايزين كمان ننوه ان عندنا في مأكولات المفروض ان انا السفرة بتاعتي ما تخلاش منها، ابسطها الحبوب الكاملة. عندنا في طبق السلطة واحد من الحاجات المهمة جدا جدا، لازم يبقى فيه أكتر من 5 ألوان في طبق السلطة بتاعي، يبقى فيه خيار، يبقى فيه طماطم، يبقى فيه الجزر، يبقى فيه البصل، يبقى فيه الفجل، يبقى فيه الجرجير، يبقى فيه البقدونس، الشبت، الحاجات دي كلها واحدة من الحاجات اللي هي بتزود الجهاز المناعي وبيبقى في غاية الروعة. الفاكهة، فاكهة مهمة جدا جدا، شريطة ان هي لازم تتاكل في اول الوجبة، خاصة في وجبة الافطار ووجبة العشاء لازم تتاخد فيها، وبعد كده ناخد الوجبة. المية شربها ربع ساعة قبل الوجبة، ساعة بعد الوجبة، علشان نحافظ على الوعاء اللي هو تم تنبيه عنه في كل الأديان. الوعاء ده لازم نحافظ عليه ان هو دائما لازم يبقى نظيفا قبل الأكل وبعد الأكل، قبل الأكل بربع ساعة وبعد الأكل بساعة. الحاجات اللي احنا نوهنا عليها دي قد تكون عادية والناس بتسمعها، إنما الالتزام بيها هو اللي هيوصلنا للشفاء والصحة الكاملة إن شاء الله. ونتمنى لكم كل الصحة والسعادة. شكراً.